مثلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله غتكون وصفه طبيعيه 100% لعلاج او للتخلص من السواد اللي تيكون في منطقه الميبال او بين الفخذين. ان شاء الله هذه الوصفه بزاف السيدات منا يعني محتاجينها، فكما كنعرفوا ان بقوه الاحتكاك او الالتحام يعني كتولي المنطقه ديال الميبال او ما بين منطقه ديال الفخذين كتصبح اللون ديالها يعني اسود او الزرقيه كما كنقولوا. ان شاء الله هذه الوصفه غتكون علاج نهائي وايضا حل مناسب لهذا المشكل ان شاء الله باذن الله. اي حاجه عندها المشكل، وكاين وصفات الحمد لله طبيعيه اللي كتكون جميله بزاف وكتعطي نتائج باذن الله. فاليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه من الوصفات الناجحه للتخلص من السواد او الكحوليه اللي تكون في منطقه الميبل او بين الفخذين. كنقول الناس جداد ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد، وايضا ما تبخلوش عليا باللايك وبالاعجاب فضلا منكم وليس امرا حبيباتي. وندوز للتعليقات اسفل الفيديو. بالنسبه لمكونات الوصفه حبيباتي، غادي نحتاجو يعني غنقول لكم مكونات كلها بسيطه موجوده لديكم بالبيت، يعني فما عليكم سوى تجربه هذه الوصفه وان شاء الله ستنال رضاكم باذن الله. انا متاكده فوصفتي كلها ناجحه 100% وليست لها اضرار جانبيه لانها كلها طبيعيه وبدون اضرار سلبيه. بالنسبه للمكون الاول غادي نحتاجو حبيباتي هو الكركم. الكركم او الخرقوم اللي موجود في كل بيت، يعني غير ما بغيتيش ديروا الوصفه وصافي. هاد الكركم معروف انه كيفتح البشره وكيعطيها واحد البياض ناصع. وايضا غادي نحتاجو الحليب، حليب يكون كامل الدسم. حليب كما كنعرفوا فهو مغذي للبشره وايضا مفتح للبشره. وغادي نحتاجو ايضا العصير ليمونه، عصير ليمون او العصير ديال الحامض كما كنعرفوا انه ايضا هو كيساعد على التبييض بواحد الطريقه خياليه وواحد الطريقه سريعه جدا، كيعاون على التبييض وايضا كيزول كل السواد، كل الكحوليه، كل الاثار، يعني اي حاجه كيحيدها. الحمد لله هذه الوصفه جميله جدا، مكوناتها كلهم ساهلين وبهني كما كنقولوا، موجودين لديكم بالبيت سوى تجربة هذه الوصفة. فبالنسبة للطريقة حبيبتي، غادي نقوم بأخذ ملعقة صغيرة من الكركم وأيضا نضيفو لها ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو العصير ديال الحامض، وأيضا غادي نضيف ملعقة من الحليب ونخلط هاد المكونات جيدا. من بعد ما كتقومي بخلط المكونات حتى كتحصلي عليها بهذا الشكل، كتوضعيها على منطقه ديال الفخذين او منطقه المهبل وتقومي بحركات دائريه وتركيها مده ساعه. من بعد كتغسلي المكان يعني بالصابون، فان شاء الله كتلاحظي ان ديك السواد او ديك الزروكيه كتحول لاصفرار. وايضا من بعد ما كتغسلي كتحول لاصفرار، كتحسي بانها المنطقه بدات كتفتح يعني تدريجيا، داك الصفريه كتحول للبيوضيه. وباذن الله هذه الوصفه ممتازه وفعاله، اتمنى منكم ان تجربوها. ودائما الا جربتوا الوصفه وعطاتكم نتائج كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا وتجيو تكتبوها اسفل الفيديو. لهذا كيفرحني بزاف وكيساعدني بزاف وصفتي تكون ناجحه ومضمونه 100% وتكون كتعطي نتائج مع المتابعات، شرف ليا. فنقول لكم حبيباتي شكرا على المتابعه، ونتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وايضا ما تبخلوش عليا باللايك وبالاعجاب. وبالنسبه لهذه الوصفه يمكن لكم تعملوها 3 مرات في الاسبوع فقط، فهي تعطي نتائج يعني سريعه جدا وملموسه. فالسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده.